السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث بمدارس تبوك الأهلية النموذجية. معكم درس جديد اليوم إن شاء الله في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس. اسم الدرس: التعلق المقلوب بطريقة آمنة وصحيحة. نشوف الفيديو ونشوف كيف تكون المهارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، أهلا وسهلا بك. سنتعلم في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى على التعلق المقلوب بطريقة آمنة وصحيحة. وحتى تتعلم يا بطل أداء هذه المهارة، لابد من توفر عارضة مناسبة للتعلق بحيث يكون حجمها مناسب وصغير لكي تتمكن من القبض عليها بسهولة. ولابد أيضا أن يكون ارتفاع العارضة مناسبا لطولك، وأن تكون عارضة ثابتة حتى تستطيع تحمل وزنك أثناء التعلق حتى لا تتعرض للإصابة. نتعرف الآن على الخطوات القيام بهذه المهارة. أولاً، يتم القبض على العارضة بهذا الشكل ومد الذراعين والجسم. وهنا تختلف طريقة القبض عن طريقة القبض الأمامي التي تعرفنا عليها سابقاً. القبض المقلوب يعني القبض على العارضة من الأعلى بحيث يكون باطن كف اليدين مواجهين للجسم وظاهر الكفين مواجهين للأمام، وتكون طريقة التعلق كما تعلمنا سابقاً، حيث يكون الجسم على استقامة واحدة دون انثناء، وتكون المسافة بين اليدين باتساع الصدر. لا بد أن تجعل الرأس في وضع الطبيعي والنظر للأمام والأعلى، وضم الرجلين إلى بعضهما. الآن سنقوم بتطبيق نموذج مع أصدقائنا، ولكن الآن مع صديقنا سلمان. تفضل يا سلمان. جاهز يا بطل؟ التعلق المقلوب. 1 2 3 تفضل. احسنت. اليدين باتساع الصدر، النظر الى الامام، الجسم في استقامه كامله، القدمين مضبوطه. طب هذا نكون انتهينا من تعلم